هذا الصباح بيسن اللقاية. انطلق الشوط العاشر للبكار، اللقاية المهجنات الأصايل اللي تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الشعارات. نبحر في عمق الميدان، نسير للمراكز الأولى، وهذه من تتصدر المجموعة فتنة. فتنة تقود مساري هذا الشوط، وأحمد بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني تتصدر القائمة وتقود هذا الشوط. تليها في المركز الثاني وتأتي التماس في المركز الثاني محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي، بينما وصل بن عمان على المركز الثالث، وسعيد بن سالم بن عمان المهيري الذي يقدم لنا وصايف في هذا الشوط بالانطلاقة وبوصايفها الجميلة والرائعة. ناتي بالمركز الرابع هناك من الجانب الآخر، شوف يا أبو حمد الرابع 52 على ما أعتقد اللي هي في المركز الرابع. هذه تقدمت مشاهدي العزاء المدينة ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني الذي يأتي ويقدم المدينة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت فيه وانطلقت مشاهدين العزاء هذه شقرة لناصر بن محمد بالدحبة العفاري يتقدم في هذه اللحظات. المركز السادس، سادس المراكز، شوف اللي تقدمت ووصلت في هذه اللحظة وفي هذا الانطلاق، وهذه غادير تعود ملكيتها لبخيت بن ثعيلب بن طهميمة العامري يتقدم، بينما المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات في ثامن المراكز وتقدمت. يا سلام الشوط يحمل أسماء شموخ، هذه عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز التاسع هذه اللي وصلت نهب محمد بن خميس بن حريب الشامسي. والمركز العاشر، هذه العاشرة انطلقت فيه وتقدمت ووصلتنا طواري لسالم بن راشد بن غدير الاكتبي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط الذي يحمل هذا السيل، يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة الحاضرة في ميدان المرموم، الحاضرة في ختام تمهيدي المرموم في صباح هذا اليوم في هذا الانطلاق. عودتنا إلى المراكز الأولى، التجمع كبير والأسماء متقاربة، ودليل الشوط أنه يحمل أثاره التكتيك وتفكير من ملاك الهجن في المسايرة والمتابعة. حينما تكون الأسماء متقاربة من بعضها البعض وفرصة كبيرة، وبن عمان سعيد بن سالم أحد الشباب الحاضرين والمتابعين في أرضية الميدان، سعيد بن سالم بسعيد بن عمان المهيري، شعار يعرف طريق الناموس، حمل نجومية كبيرة في عالم الأصايل يستحق بها الأشادة والإنجازات. الله مسيطر على مقدمة الشوط والمراكز الأولى، بينما شعار بن راية اللي رافع الراية، راية الفوز والنصر والناموس على المراكز الأولى، يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. أشوف الوصول والتحدي في هذه اللحظات، وهذه محنة وصلت مشاهدين العزاء حمدان بن سعيد بن شعفور العويسي، ووصل بن صرود وغير بن سرود على المركز الثالث، وراحت اللي هي الشهامة هزاع بن ناصر بن صرود الخيالي. خلاص خلنا نروح يا رعم صيحة هناك مع المراكز الأولى، خل الرابع والخامس روح مع بن عمان مع أبو سعيد. يا سلام على المركز الأول، راحت بالمقدمة، ولكنها المركز الثاني وهذا بالرأي هذه الماهرة علي بن راشد بن سعيد بن رايه المري الماهرة في المركز الثاني، ولكن ما طاعت تسلم اللي هي وصايف تجتمع فيها الوصايف، في وصايف تجتمع كل الوصايف بالركض والشكل جذابة نظير. على المركز الأول تنطلق سعيد بن سالم بن عمان المهيري، ينتزع ناموسي هذا الشوط ومنازف
ينازف السلامات للمرة الثانية على التوالي. ينتزع سعيد بن سالم بسعيد بن نعمان مع وصايف مع المركز الأول. تهانينا والناموس لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني لعلي بن راشد بن سعيد بن راية المري، والمركز الثالث من وصلت في هذه الانطلاقات وهذه الشهامة لها الزاع بن ناصر بن سرود الخيالي، والمركز الرابع اللي هي في المركز الرابع لسلطان بن خير اليبهوني الظاهري، والمركز الخامس وصل في هذه اللحظات ووصلت للمركز الخامس لمحمد بن شطيط بن سعيد الجحافي. هذه النتيجة للخمسة المراكز. عودتنا مع مخرجنا إلى التوقيت الزمني وصايف 5:55 والسبعة أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. سعيد بن سالم بسعيد بن عمان للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والسلام لأهالي منازف. 5:56 وتسعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني الذي قدمت كذلك منافسات من البداية والتحديات جميلة اللي هي الماهرة و مالكها. تهانينا الذي يقدم هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة علي بن راشد بسعيد بن راية المري، المركز الثالث، وهذه اللي وصلت في 5:58 سبع أجزاء من الثاني وحلت في المركز الثالث بأداء جميل. هذه الشهامة وهزاع بن ناصر بن سرود الخيالي.